فالق الاصبع وعفوك تشمله وبعدها يا مرسلي شل من كظيم لجيد يقدر كل من هو يوصله مكتوب لك العنوان تحرك يا فهيم عنوان واضح ما تحتاج بوصله قصيده كلمه الشاعر سام علي الصماد ابو صارم من اهالي ارتل نبيل السمعان القصيده تعبر عن اخوه السجين العقيد ركن سليم علي الصماد يا ابو بلاد الشاعر فايز ابو شمس شارك معز في العود ابو خلي عبد الفرحان بالايقاع الزبيد الفرحان مع تحيات تسجيلات الفايز تمام باسمك إله الكون الرحمن يا رحيم والحمد لك يا رب بعد البسملة عبدك دعك يا من بأحواله عليم تايب وعابد لك وراجي تقبله يقول بصارم بجاهك يا كريم يا ثالد الإصبح بعفوك تشمله وبعدها يا مرسالي شل من كظيم لجد يقدر كل من هو يوصله وبعدها يا مرسالي شل من كظيم لجد يقدر كل من هو يوصله مكتوب لك العنوان تحرك يا فهيم عنوان واضح ما تحتاج بوصله حنيت من داخل فؤادي والصميم وهم لا داخرة من أوله على شقيق الظهر أخيل مظلوم سليم ذي يعرفوها الكل ولا حد يجهل الله يخدم من صميم قلبه وجل الجهد عنده يبذله واليوم له من شهر نوفان برمقيم في السجن 3 أشهر ولا حد قابله وجاء قرار العفو كان صائب حكيم عن الجميع حتى الذي ما له صلاه في له غريم بيهول الموضوع وقاصد عرقله واكبر دليلي ان في الموضوع خصيل كل ما نسب له من تهم جات باطله لو افترضنا ولو من قلب رجيم انه مدان وفي حدا قد كاد الله لو افترضنا ولو من قلب رجيم انه مدان وفي حدا قد كاد له احنا بشر ما حد من الاخطاء عصيم من تاب عن ذنبه كمن لا ذنب له ومن عفا واصلح في له اجرا عظيم هذا هو القران لو نتامله شمل قرار العفو من
الجسيم يا هل علمي ليش أخي ما يشمل الله شمال القرار العفو من فعله جسيم يا هل علمي ليش أخي ما يشمله أسألتكم بالله وبالدين القويم بجاه طه تنظر في المسألة ونسأل المولى صراطا مستقيم وجنة الفردوس أعظم منزلة صلي على المختار يا راجي النعيم محمدا والآل كلهم توصلوه للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 721-690-490 أو 711-115-490